فحب الوطن أساس نشأة زرعها فينا أسلاف سكنهم حب ليبيا خلقا وتأسيسا. فهذا البلد له شأن عند الله دائما، نماه إطعام من لاذوا به جائعين، وبركته نفحات الصالحين، وأيده دعاء الأوابين. ونختم الحديث بالصلاة على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم في كل لمحة ونفس كما في علم الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله. دولة رئيس الوزراء لليبيا الحرة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم الكيب، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخواتي الكريمات، إخوتي الكرام، أهلي في هذه الجالية الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نترحم معا على أرواح شهدائنا الأبرار الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل تحرير هذا الوطن الحبيب، وطننا ليبيا. وأسأله تعالى أن يشفي مرضانا وأن يشفي جرحانا وأن يعيد إلينا مفقودين سالمين غانمين. وأسأله تعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن ييسر لنا كل عسير. أحب في البداية أن أعبر لكم عن سروري البالغ للتواجد بينكم، وهذا ليس بغريب إذ أنني بين إخوتي وأخواتي من أبناء وبنات بلادي الشرفاء الذين عانوا من الظلم والقهر والغربة لعقود طويلة، وقاوموا باليد أحياناً وباللسان أحياناً وبالقلب في كل الأحوال، فلم يستطع حكم الطاغية أن يكسب قلوب الليبيين الشرفاء يوماً من الأيام. إن الدور الذي قام به الكثيرون بل وكل أفراد هذه الجالية الكريمة المميزة الرائعة في ثورة 17 فبراير كان له أثراً كبيراً في نجاح ثورتنا. هذه الجالية كان لها دوراً رائداً في دعم الثورة منذ أيامها الأولى، فقد ساهمت بالدعم في مجالات الاتصالات والإسعاف الطبي والإغاثة، بالإضافة إلى إمداد شعبنا بالسلاح حتى استطاعوا الدفاع عن أنفسهم. إني حقيقة فخور لكم وفخور بكم وفخور معكم بدوركم في تحقيق هذا النصر. وقد كان الكثير من أبناء هذه الجالية موجودون على أرض المعركة. أفخر بأنني لست غريبا على هذه الجالية، فأنا أحد أبنائها، وسعدت بل وتشرفت وأتشرف بأخوتكم. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات،
عندما نرى ما حققه ما حققته الدول الأخرى ومنها دولة الإمارات، لا يمكننا إلا أن نتذكر مأساة الشعب الليبي وكيف استطاع المقبور ونظامه الأغبر أن يبدر ثروات الشعب الليبي دون تحقيق أي إنجازات تذكر. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، إن الثورة كما تعلمون لم تنتهي بعد، بل أقول إنها تواجه تحديات كثيرة وكبيرة، أهمها هو تحقيق الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في وقتها، والحكومة تبذل كل جهودها لتحقيق ذلك. وأنا وبرغم هذه التحديات فإنني أقول لكم وبكل ثقة في الله سبحانه وتعالى وفي الرجال والنساء أمثالكم بأن الثورة لا بد أن تنتصر، وأن الله الذي نصرنا في الإطاحة بالنظام سوف يتم نعمته علينا وينصرنا في معركة البناء إن شاء الله. إن تطلعات شعبنا الكبيرة والمستقبل بإذن الله مشرق، وبرغم ما يبذله أزلام النظام من محاولات وما يبذلون من أموال وهي أموال الليبيون، فإننا بإذن الله منتصرون، ونتطلع لليوم الذي يساهم فيه الكثيرون منكم في بناء ليبيا الجديدة، ليبيا الخير، ليبيا الحب والوفاء لأرواح الشهداء. مرة أخرى أحييكم وأنقل إليكم تحياتي إخوانكم وأخواتكم في ليبيا. عاشت ليبيا وعاشت ثورة 17 فبراير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.